السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف قاعدة إف إزاي نطبقها. قاعدة إف يعني بيقولوا لو حصل حاجة ديت إديني رسالة معينة، لو ما حصلش إديني رسالة تانية وهكذا. طيب أول حاجة أعملها إن أنا هقول له إن أنا هكتب جافا سكريبت، فأقول له سكريبت، وفي النص هنا هبدأ أقول له أعرف المتغيرات. أقول له مثلا إن الإكس ده فاريبل، أو ممكن أقول له ليه اللي تي فاريبل اكس بتساوي 5، تمام، وفاريبل الواي بتساوي 6، تمام، بالشكل دوت. طيب هقول له اف وبين قوسين الاكس بتساوي الواي، واقول له بقى ايه القوسين دول، في شرط معين هقول له مثلا الشرط دوت الاجابه بتاعته لو اتحقق اعمل اليرت بقيمة مثلا، او اكتب لي ان الاكس ايكوال واي، اكس ايكوال واي، تمام. طيب وبعد كده هقول له طب لو ما تحققش else، else ده اللي هو الديفولت، يعني لو شرط ما فيش شرط اتحقق هو ده اللي هيتعمل. طيب هقول له وخلي دي هنا بين القوسين عشان نعرف ان دي جملة، اقول له else alert بين قوسين x not equal y. طيب هقول له control s هيقول لي ال x not equal y. طيب لو احنا خلينا ده بخمسة وده بخمسة هيقول لي x equal y. طيب لو انا عايز يعمل حاجة تانية يعني مثلا ايه، اقول له بدل كده اقول له else if، else if لو، ونحط شرط مثلا x اكبر من او بتساوي ال x اكبر من ال y، ده الشرط بتاعي ان ال x اكبر من ال y، تمام. هيعمل لي alert x، ممكن نخليها بالشكل دوت x اكبر من ال y وهكذا، تمام. اقول له control s، طيب هل ال x اكبر من ال y؟ خليها ب 8 عشان تبقى اكبر. اقول له control s هيجيب لي ال x اكبر من ال y. طيب ممكن نكتبها بشكل اخر، هقول له مثلا لو الاكس بتساوي شرطتين كده، لو الاكس بتساوي مثلا 8، واقول له و يعني في شرط كمان بقى الواي بتساوي 7، تمام. يعني الشرط ده هيتحقق امتى؟ لو الاكس بتساوي 8 والواي بتساوي 7، هيجيب لي الاكس ايكوال واي، او هيجيب لي يو ار رايت. خلينا نخليها هنا كده ايه رايت، ار اي جي اتش تي. طيب علامه الوا وا دي معناها ايه؟ معناها ان لازم الشرطين يتحققوا عشان يوافق، تمام رايت. طيب لو انا عايز اعمل شرط اخر بقى، تمام، هقول له ممكن بقى حاجة اور، يعني لو واحدة فيهم بس اتحققت اعتبر الموضوع صح، يعني هنا لازم الاتنين يتحققوا عشان يعتبرها صح. طيب اعملها ازاي؟ هقول له هنا شيفت مع العلامة اللي هي تحت فوق الانتر على طول، دي معناها لو شرط واحد فيهم اتحقق اعتبره صح. طيب هنا الشرط ده بيقول لي ايه؟ لازم الشرطين يكونوا متحققين. طب لو انا غيرت فيهم شرط واحد بس وخليت ده مثلا بتساوي 6، تمام، دي اند ودي اور، اقول له هنا اور وهنا خليها اند. احنا بس بنفهم الفكره، ممكن تخلي اسم وباسورد مثلا، ممكن تقول له لو المدير موافق على الاجازه والنائب المدير موافق على الاجازه نفذ الشرط الاولاني، لو واحد فيهم موافق على الاجازه والتاني مش موافق حقق الشرط التاني. طيب هقول له كنترول اس هيجيب لي اور، هيجيب لي اور ليه؟ لان اول واحد ده ما اتحققش،
8 وستة، ده مش ستة، فخلاص قال لي ده اور.